طيب هذه المواد الغذائية يعني هي من المستحضرات اللي نعم كيحضروها الناس في الديور ديالهم أثناء شهر رمضان، وهي تكاد تكون خاصة بالمغاربة. هذه الخلطة ديال سلو، كنسموها سلو، ما عرفتش علاش هذا الاسم هذا منين جا. هو خليط ديال مسحوق يلي كيكون فيه المكونات الأساسية، من غير الطحين، من غير كاين اللي كيدير زبدة بلدية كاين كل واش تيدير، لكن المكونات الأساسية كتبقى هي زنجلان، هذا يعني السمسم واللوز. مع الأسف الشديد الآن النساء كلهم كيعجبهم هذا اللوز المستورد لأنه كبير الحجم ولأنه جيد كذا إلى آخره، ولكن إذا كان يعدلوها من اللوز المغربي يكون أحسن، اللوز البلدي يكون أحسن. اللوز عندنا في المغرب الحمد لله كاين جوج مناطق كبرى لإنتاج اللوز، هي منطقة سوس وكاين منطقة أكنول. الناس كيقول لك اللوز ديال أكنول المر شوية مزيان، حتى اللوز المر هو مزيان إلا كانوا ياكلوا واحد خمسة ولا سبعة الحبات ديال اللوز المر هو مزيان، لأن اللوز المر كتكون علاش خطير؟ لأن كيكون فيه سيانور مرتفع، ولكن ما ينساوش بان فيه حتى لاميغدالين، لا فيتامين ب 17، حتى هي يعني في يعني ملي كانوا كناكلوا اللوز ما نلقاوش وحده مره من اللحوم. بالعكس خصها تكل، بالعكس خصها تكل. هما الناس ما كيبغوش اللوز المر، ولكن اللوز المر هو مهم. يعني علاش؟ لان هذيك المروره ديال النبات، هذا ناموس كوني، نظام عام، الله سبحانه وتعالى خلق الكون هكذا، كل الاشياء المره كلها جيده، كلها، لا في البلوط ولا في الزيتون ولا في السدر ولا في جميع الاشياء المره كلها جيده كلها جيده. لان جليكوزيدات هذو كاين يكونوا جليكوزيدات مرين، وهاد جليكوزيدات هما اللي عندهم اهميه، لان الزيتون لاحظوا ليه المروره ديالو، الزيتون ما بقاش زيتون ولا تبن، الزيتون الا تحل ما بقاش مر، ما بقاش زيتون، لا ينفع، لا ينفع، ربما ياكلونه الناس هكذا ولكن لا ينفع. فهذا اللوز ملي كيتجتمع اللوز مع الزنجلان عندنا تركيز مرتفع ديال الحمض الاوميغا 3، وحمض الاوميغا 3 هو المهم في التغذيه، لان كاع الناس اللي عندهم يعني التغذيه ديالهم نقص فيها هذا العامل ديال حمض الاوميغا 3 كلهم عندهم اعراض. يعني علاش؟ لان حمض الاوميغا 3 ماشي كيحفظ من واحد المرض معين، هو يعني كيراقب جميع فيزيولوجيا الجسم ويتدخل في جميع فيزيولوجيا الجسم، هو هذا حمض الاوميغا 3. يعني يتدخل على مستوى الشرايين باش ما يخليش الكوليسترول الحميد يتأكسد الى كوليسترول خبيث، وباش يخرج الهوموسيستين، لان الهوموسيستين الا ما خرجتش من الشرايين كتحفرهم، يعني كتحفر الشرايين من الداخل كيتكونوا سدادات، يعني بلاك. فهذا الحديث هذا يعني هو الناس كلهم كيتكلموا على حمض الاوميغا 3 وامراض القلب والشرايين، والقلب هو هذا هو يعني احنا فسرنا اليوم يعني بالتدقيق، بسطنا الامور. طبعا حمض الاوميغا 3 يمنع سرطان الثدي، لان العامل هذا اللي كيؤدي سرطان الثدي كيكبح، حمض الاوميغا 3 كيكبح سرطان الثدي. ولذلك بحال مثلا النساء اللي كياكلوا السمك بكثره وما كياكلوش اللحوم اللي يعني المصدر ديال الكوليسترول ما عندهمش سرطان الثدي، بحال ملي زيسكيمو مثلا، الاسكيمو ما عندهمش امراض القلب وما عندهمش سرطان الثدي وما عندهمش العقم، ما عندهمش يعني هذه الامراض هذه اللي عندنا حنا، علاش؟ لانهم كيستهلكوا السمك بكثره. ثم يعني هذا الحمض الاوميغا 3 النباتي، حمض الاوميغا 3 ديال السمك كيكون بواحد يعني تركيز اعلى من حمض الاوميغا 3 ديال اللوز وديال الزنجلان والقرقاع، كذلك كاين حتى في زريعة الكتان، في بذور الكتان. ولكن هذا الحمض الاوميغا 3 النباتي كيكون مع زيوت نباتيه غير مشبعه، يعني كيكون يعني اقوى من حمض الاوميغا 3، لان الامريكيين في الاول كانوا كيقولوا حمض الاوميغا 3 ديال السمك احسن من حمض الاوميغا 3 ديال النبات، هو العكس تماما. لماذا؟ لانه هو الجاما لينوليك، هو حمض الاوميغا 3 هو حمض الاسيد جرا جاما لينوليك. الجاما لينوليك لا يوجد في الطبيعه، باش الناس اللي كيشد يبقاو ينصحوا غير بحمض الاوميغا 3 بدون ان يعلموا ولا كيعرفوا شنو يحتاج الجزيئه ديال حمض الاوميغا 3. بالنسبه لنا حنا في البيوكيمياء حمض الاوميغا 3 لا يوجد في الطبيعه، من المستحيل يكون في الطبيعه، انما كيوجد الفا لينوليك في الطبيعه، كتكون الفا لينوليك، والالفا لينوليك هي اللي في الجسم كتحول لجاما لينوليك، عاد كيولي اوميغا 3، يعني حتى كيوصل الجسم عاد كيولي اوميغا 3، انما ما كيكونش اوميغا 3 لا في السمك ولا في اللوز ولا في زريعه الكتان ولا في الزنجلان، يعني لا الفا لينوليك، بمعنى الجزيئه اللي كاينه في السمك هي الجزيئه اللي كاينه في اللوز وفي الزنجلان نفسها. الالفا لينوليك علاش؟ لانك تحول 100% في الجسم لجاما لينوليك، ماشي مشكل،
غير كتدخل الجسم كتولي اوميغا 3، ما كاينش مشكل. وكاين الاوميغا 9 اللي كاين في زيت ارغان، هذيك الاوميغا 9 حتى هي عندها اهميه قصوى، حتى هي كبيره، ولكن اوميغا 9 قليله في الطبيعه، ما كاينش قليله هذه. فهذا حمض الاوميغا 3 اللي كاينه في السلو زائد البروتين، لان اللوز ما ينساوش الناس بان اللوز هو مصدر ديال البروتين، لان فيه تركيب ديال البروتين اللي في اللوز اكثر من اللحم. كاين بروتين في اللوز اكثر من اللحم، يعني ماشي الناس كيسمعوا بروتين تسحب لهم راه هي اللحم، لا، كاين اللوز فيه بروتين كذلك، وهذا البروتين النباتي هو بروتين ثمين جدا، بروتين ثمين جدا، وكنسميو حنا بروتين شريف، لان ما معاهش الكوليسترول وما معاهش الدسم. يعني بروتين جيد بخصوص بالنسبه للاطفال مثلا، الاطفال وبالنسبه للنساء اللي كيرضعوا وبالنسبه للنساء الحوامل، هذا البروتين النباتي جيد، لان المراه اللي كترضع خاصه بروتين تعطيه من الطفل. يعني هاد والفواكه الجافه جيده للمراه اللي كترضع، القطاني والسمك والفواكه الجافه مهمه جدا للمراه اللي كترضع. علاش؟ لان عندها حمض الاوميغا 3 وعندها بروتين، والمراه اللي كترضع خاصه حمض الاوميغا 3 وخاصه البروتين، يعني هذه مهمه جدا. ثم ان اللوز فيه كذلك معادن مثل المغنيسيوم والمنغنيز، وفيه من الكروم، كاين الكروميوم، وكاين معادن اخرى مثل الزنك ومثل الحديد، مثل المولبدينيوم ما كاينش في النبات الا القطاني، المولبدينيوم ما كيكونش فيه، زائد دسم هذا الزيوت، يعني هذه الماده الدسمه على شكل زيوت اللي كاينه في اللوز وفي الزنجلان، على شكل زيوت. ملي كتكون مادة الدسمة على شكل زيوت بأنها غير مشبعة، والمادة الدسمة الغير مشبعة هي اللي يعني هي اللي كيستخدمها الجسم في الأغلفة والأغشية ديال الخلايا، خصوص خلايا ديال الجهاز العصبي. يعني هذه مهمة جدا، يعني هذه، لأن الفوسفوليبيد اللي كاين في الأغشية والأغلفة ديال الخلايا هو كيجي من هاد الليبيدات النباتية اللي عاد كتدخل الجسم وكتولي على شكل فوسفوليبيدات. طبعا يعني جميع الخلايا كتخدم بالدهون، خاص الناس يعرفوا هذه القضيه، ما يمكنش الجسم يعيش بدون دهون، من المستحيل، ولذلك خاص دهون، لان هذه الدهون النباتيه هي اللي كيستعملها الجسم بدون خطر وبدون اي شيء. ومع الاسف من قبل كانوا الناس ياكلوا النبات اكثر من اللحوم، وكان الجسم ما كانش هذه الاعراض ديال الجهاز العصبي، ولا اعراض ديال الجهاز الهضمي، ولا اعراض ديال نقص في الطاقه، ولا اعراض ديال نقص حتى في الانزيمات، ولا مثلا في الخصوبه عند الرجال، ولا خلل هرموني عند النساء، ولا شيء، ما كانش هذه الاشياء هذه اللي ولات الان دابا. فهذا الزنجلان او السمسم فيه كذلك كالسيوم، واول مصدر للكالسيوم هو السمسم، قليل من يعلم هذه القضيه، ان يعني السمسم فيه كالسيوم، وفيه فيتوستروجينات، والفيتوستروجين اللي كاينه في السمسم يعني كافيه لضبط جميع الفيزيولوجيا الجسم. علاش؟ لان فيزيولوجيا الجسم هي تحت التاثير الهرموني، تعمل تحت المراقبه الهرمونيه. الهرمونات اللي كيجيو اما من الليبوفيز ولا الليبوتالاميس، اما من الغده الدرقيه، جميع عليهن عموما، جميع يعني الهرمونات، اما الغدد الصماء اما الغدد الاخرى. فهذا الفيتوستروجين هو اولا يهم النساء اكثر من الرجال، فإلى اجتمع الفيتوستروجين مع حمض الاوميغا 3، هاد الاثنين هادو الا اجتمعوا هاد الاثنين وكانت يعني الكميه ديالهم جيده، المراه ما ديرش سرطان الثدي، وما ديرش سرطان المبيض، وما ديرش سرطان الولده، سرطان الرحم. قناه نصائح وارشادات مجانيه، لان هاد السرطانات هادي تتعلق بالهرمونات، تتعلق بالهرمونات، وحتى الرجال سرطان البروستاتا عند الرجال ويتعلق كذلك بالهرمونات. ولذا هاد السلو ما كياكلوش منه الناس كثير، وبعض المرات كيلوثوه، كيزيدوا عليه بعض الزيوت المهدرجه ولا المارغرينات، مارغرينات ولا حاجه، مع الاسف اللوز كيتقلى. من الاحسن علي واخا يتقلى الحمض الاوميغا 3 والبروتينات والدسم، ما كي ولكن غادي يمتص بيروكسيدات ديال الزيت الروميه اللي غادي يقليو فيها، هذيك زيت المائده اللي غادي تقلى فيها غادي تعطي بيروكسيدات، ومن الاحسن ما يقليوش. لو كان يسخنوا، بالعكس لو كان يسخنوه في الفرن شوي ولا بلاش كاع، يكون طازج يكون احسن. يطحنوه مع الزنجلان ويزيدوا عليه دقيق قمح ولا دقيق شعير، ولا يزيدوا عليه اللان، ولا اي طحين، اي طحين اخر يزيدوه معاه، ثم حبه حلاوه والنافع طبعا كانوا تزيدوهم النساء
باقين يزيدوهم وهاد يعني ملي كيزيدو الزبده والعسل الشمره واليانسون هذه حبه حلاوه والنافع مع السمسم غادي يولي عندنا واحد الكميه ديال الفيتوستروجين مرتفع جيد يعني ما شاء الله الا زدنا عليهم حمض الاوميغا 3 اللي كاين في اللوز وكاين في السمسم كذلك ثم نزيدوا بروتين ونزيدوا هذه الدهون الغير مشبعه الزيت ديال لان اللوز فيه زيت اللوز فيه كيمشي حتى ل 20 22% ديال الماده الدسمه وماده دسمه يعني ثمينه ماده دسمه جيده ماشي 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 ما فيهاش كوليسترول فهذا تتبقى تتولي هذه الوجبه هذه هي وجبه قويه ووجبه فيها مكونات يعني ما كاينينش في وجبات السريعه ولا في النمط العيش الحديث ما كاينينش هاد هما اللي خاصين الان هما اللي خاصين هما الفيتوستروجين وحمض الاوميغا 3 ينقص في هاد الوجبات السريعه وفي التغذيه نمط العيش الحديث هادو هاد الماده الغذائيه قويه للاطفال كما قلت قويه جدا للاطفال لان فيها بروتين وفيها املاح معدنيه وفيها دهون وفيها حمض الاوميغا 3 وفيها الفيتوستروجين خصوص البنيات فيها هي جيده للمراه المرضع لأنها غادي تعطيها قوة كاين حمض الأوميغا 3 وكاين البروتين هي جيدة للرجال لأن حمض الأوميغا 3 كيضبط وكيسخر الجسم عند الرجال يعني بواحد القوة يعني يعني ما شاء الله وجيدة للناس اللي كيركزوا الناس اللي كيخدموا كثير بالفكر ديالهم الناس اللي كيركزوا عليهم اللي عندهم ملفات محل المذيعين مثلا هذو اللي كي اللي العقل يعني كي كي كيكون العمل ديالهم غير ساعه مثلا في استوديو ولكن ساعه ضخمه جدا من حيث العطاء الفكري ومن حيث التركيز وما الى ذلك فحتى الطلبه مثلا يعني اللي كيوجدوا امتحانات ولا اللي كيقراوا ولا حاجه ملي كيكونوا الطلبه يوجدوا امتحانات خصهم ياكلوا هذه الوجبه سلو حنا امتى كنديروها في المغرب كنديروها في رمضان وكنديروها ملي كتولد المراه مع الاسف هي جيده ملي كتولد المراه خصها تاخذها يعني كانوا اذكياء المراه المغربيه سبحان الله المغاربه كانوا اذكياء في هذه المستحضرات هذه اللي كدار في الدار خاصها الدار المراه الحامل هذا سلو هذا خصو تاخذه المراه الحامل لان قلنا فيه فيتوستروجين وفي حمض الاوميغا 3 وفي بروتين وفي املاح معدنيه في فيتامينات طبعا يعني ف جيد لهذه المراه الحامل ولكن ما عدا المراه ملي تولد ولا رمضان ما كياكلوش الناس المغاربه ما كياكلوش هذه الوجبه هذه مع الاسف خاصها تكون دائما في المنزل هذا السلو هذا لكانوا الناس وتكون سهله الاستعمال ما يبقاوش النساء يلوتوها بعد يزيدوا هذه يزيدوا هذه يزيدوا الا داروا غير الطحين مع حبه حلاوه والنافع والزنجلان واللوز يزيدوا عليه ولا بغاو يدهنوها شويه باش ما تبقاش يابسه الزبده بلديه دايزه ماشي مشكل الزبده بلديه جيد يزيدوا زيت ارغان يزيدوا زيت زيتون يزيدوا اي دهن اخر ولكن ما يزيدوش مع الزيوت الاخرى وما يزيدوش مع المارغرينات من الاحسن ما يزيدوش معها المارغرينات هي جيده للمراه المرضع لان غادي تعطيها قوه كاين حمض الاوميغا 3 وكاين البروتين هي جيده للرجال لان حمض الاوميغا 3 كيضبط وكيسخر الجسم عند الرجال يعني بواحد القوه يعني يعني ما شاء الله وجيده للناس اللي كيركزوا الناس اللي كيخدموا كثير بالفكر ديالهم الناس اللي كيركزوا عليهم اللي عندهم ملفات محل المذيعين مثلا هذو اللي كي اللي العقل يعني كي كي كيكون العمل ديالهم غير ساعه مثلا في استوديو ولكن ساعه ضخمه جدا من حيث العطاء الفكري ومن حيث التركيز وما الى ذلك فحتى الطلبه مثلا يعني اللي كيوجدوا امتحانات ولا اللي كيقراوا ولا حاجه ملي كيكونوا الطلبه يوجدوا امتحانات خصهم ياكلوا هذه الوجبه سلو حنا امتى كنديروها في المغرب كنديروها في رمضان وكنديروها ملي كتولد المراه مع الاسف هي جيده ملي كتولد المراه خصها تاخذها يعني كانوا اذكياء المراه المغربيه سبحان الله المغاربه كانوا اذكياء في هذه المستحضرات هذه اللي كدار في الدار خاصها الدار المراه الحامل هذا سلو هذا خصو تاخذه المراه الحامل لان قلنا فيه فيتوستروجين وفي حمض الاوميغا 3 وفي بروتين وفي املاح معدنيه في فيتامينات طبعا يعني ف جيد لهذه المراه الحامل ولكن ما عدا المراه ملي تولد ولا رمضان ما كياكلوش الناس المغاربه ما كياكلوش هذه الوجبه هذه مع الاسف خاصها تكون دائما في المنزل هذا السلو هذا لكانوا الناس وتكون سهله الاستعمال ما يبقاوش النساء يلوتوها بعد يزيدوا هذه يزيدوا هذه يزيدوا الا داروا غير الطحين مع حبه حلاوه والنافع والزنجلان واللوز يزيدوا عليه ولا بغاو يدهنوها شويه باش ما تبقاش يابسه